لان الفرس تعرف من اصلها قويح يبهته. معاكم اليوم عند مدخل جزيرة أبوظبي عند جسر الشيخ زايد رحمه الله، حيث قامت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بدائرة البلديات والنقل بتنفيذ أعمال تجميلية للجدران الساندة للجسر، حيث تم الاستفادة من مساحات جدران الجسر المتاحة لتصميم مجسمات للخيول العربية الأصيلة تعكس المظهر الحضاري للمدينة ولشعب دولة الإمارات وأصالته وتعلقه بإرثه، حيث يمكن رؤيتها بالنهار وجمال ظلالها بالليل. قمنا بتسليط مسلطات ضوئية LED عشان نكون الظل المجسمات على الجدران ولتحاكي جمال مدينة أبوظبي. من خلال هذا العمل التشكيلي استطعنا أن نربط الماضي العريق بالحاضر المشرق ونعكس مدى اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز ثقافة الابتكار، وذلك تماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز نمط وجودة الحياة لسكان الإمارة وزوارها، مما يسهم في إسعادهم والارتقاء بجودة حياتهم وفقا لرؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتتميز بالابتكار والتنافسية، مما يضمن مستقبلا أفضل لتكون فيه أبوظبي واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها جاذبية للعيش والاستقرار.